ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. العالم كله ما كانش متوقع المستوى الكبير في النسخة الحالية من كأس العالم، وده اللي شفناه من أول مباريات دور المجموعات والتقارب الكبير بين كل المنتخبات والمفاجآت اللي شفناها على مدار الأسبوعين اللي فاتوا. خروج البرازيل وأسبانيا وبلجيكا اللي كانوا داخلين المونديال وهم مرشحين لللقب، وشفنا قوة المنتخبات العربية وخصوصا منتخب المغرب اللي مكمل معانا النص النهائي وإن شاء الله للنهائي. عندنا النهاردة وبكرة مواجهات نص النهائي، الأرجنتين وكرواتيا، المغرب وفرنسا، ومن كاس العالم هنتكلم عن الدوري وفوز الأهلي امبارح قدام الاتحاد السكندري. ومعانا ومنورنا النهاردة في الاستوديو واحد من أهم الإعلاميين الرياضيين على السوشيال ميديا، شريف يسري، منورنا جدا ومبسوطين انك معانا. وفي البدايه عايزين نبارك لك على تصويت ترشيح وشوشه، وان شاء الله التصويت يتم وتفوز ان شاء الله. اهلا بيكي اكيد يا اميره، واهلا بهند. الحقيقه كلمتين جامدين جدا في حقي في البدايه، يعني عايز اختلف شويه. اتفضل. مع هند. ايه عشان نتخانق شويه. ايه الحقيقه انه في فقره المناوره عجبتني، ولكن هو انت كنت اخذتي وي كده، يعني بصراحه ما عايز اختلف شويه. قول يلا نختلف. يعني يمكن هو عصام الشوالي دائما وابدا هو دي طريقته وده اسلوبه. دلوقتي مباراتين ما بين اثنين، البرازيل اسف الارجنتين واستراليا. لا انا مع ماشي كمل. الارجنتين واستراليا اوكي. دلوقتي العالم كله دون استثناء هو متفاعل مع ليونيل ميسي ومع يعني العظمه بتاعته، وفي المقابل عندنا ابيه على طول بساعات قليله كان خرج كريستيانو رونالدو. فوضع طبيعي، هو دي طريقته من زمان. هل هو لما جه قبل كده وقال على النادي الاهلي ان تكون اهلاوي هي نعمه، انا بشجع فريق موزمبيقي، هل انا هبقى متضايق ده؟ لا، هو دي تفاعل ليس الا مع اثنين مش عرب مثلا. الكلام ده لو مثلا الارجنتين بتلعب مع فريق زي المغرب، فانا ساعتها اقول يا نهار ابيض. شفتي انا متفق مع عشان قالت اهم الاعلاميين الرياضيين. انا متفقه جدا ان عصام الشوالي هو يعني بس انت قلتي جزئيه المهنيه، فانا عاوز اقول لك لا، هي الطلعه بس بتاعت ليونيل ميسي. كلنا مبسوطين بليونيل ميسي. مش انا هقول لك الحاجه، الاعلامي الرياضي او معلق تحديدا، غير كمان الاعلامي لابد من معلق عدم رياضي، عدم الحياديه. انت بتقول العالم كله متفق على ميسي. الحياديه العالم كله متفق على ميسي، احنا مش مختلفين على ميسي، مفيش حد طلع قال هو ليه بيشكر في ميسي. بس انت لازم لما تيجي تعلق او تتكلم رياضيا او تعلق تحديدا على ماتش، انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتنقل، تقول في كوره رايحه من هنا لهنا. يبقى مفيش روح. لا مفيش روح، يبقى ده مجرد بس انا بوصف للناس وفلان لا. لما هو ده عظمه عصام الشوالي، هي هو ده اللي حببنا في عصام الشوالي لما طلع وقال لا اسلوب مختلف. اسمها مدارس، تعالي نروح للمدارس البرازيليه، تعالي نروح للمدارس الارجنتينيه وشوف. فهمتيني؟ قصدي اقول لك الطريقه مختلفه. فانا يعني ايه بختلف معاكي، بس انا مع اميره. انت مع اميره. بص هي اراء في النهايه، لكن هي بالورقه والقلم ميديا اثكس، اخلاقيات المهنه. اوكي. انه معلق رياضي ما ينفعش ان هو ياخد صف حتى لو النادي الاهلي. انا بقول لك ده احترام الروح دي، انه اقول كلمه الجمل المعينه الحلوه. لازم ان انا اقف مع حد شويه لانه ده ليه تاريخ، الناس كلها بتحب ليونيل ميسي. مع احترامي شديد الناس اللي بتشجع استراليا، يعني اكيد في ناس استراليين، لكن تاكدي اللي اتضايق من الموضوع ده هو بيحب كريستيانو رونالدو. هي دي كانت بس، صدقيني هو اتضايق ده. خلي بالك برضو هو يعني الاختلاف ده وشويه البهارات دول هم اللي بيعملوا. وانا الوحيد اللي بشجع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وبشجع الارجنتين والبرازيل. عادي جدا، انا بشجع الاثنين. كرة حلوه. الكرة حلوه ليس الا. بص هي اراء في الاخر. معلش انت قلتي لي حاجه على التصويت وشوشه سريعا. يعني هو انا بس يعني طبعا الله يبارك فيكي، ولكن هو على القائمين في وشوشه تحديدا لان هم ناس محترمين جدا يرجعوا للجزئيه دي، لانه طبعا في حاجات غير طبيعيه. في ناس بتبقى عندها صوت صغيره، وبعدين فجاه 50,000 صوت في 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 دقيقتين، كلام مش منطقي. فيعني ده اللي اقصد اقوله، لان هم ناس مهنيين، ناس شاطرين. فاكيد وضع طبيعي لازم هو يحط في الاعتبار الموضوع ده، علشان يعني الموضوع ما يبقاش كلنا يعني نتضايق او نشمئز. انا اسف منه بعض الشيء، بس ليس الا. انا اسف معلش طولت. الكرايتيريا يعني قصدك التصويت؟ مش عارف. اوكي. انا مش عارف ايه كرايتيريا اصلا تصويت. لا انا بشكل عام يعني هو بتلاقي في حاجات غريبه، بس ليس الا. طبعا ده انا المسؤول على ده ليس الا. الاهلي سيبك بقى من وشوشه الست، بتبارك لك. تعالى بقى نبتدي على كاس العالم. بالظبط. توكلي على الله. احنا بس عايزين نعرف بدايتك ازاي في المحتوى الرياضي.
انا مذيع رياضه بقالي 10 سنين حاجات عربيه، يعني ربما يكون بس كان عندي يعني على قد ما هو فادني بشكل كبير، خلاني يعني مدارس مختلفه شويه والحمد لله فادتني، لكن في المقابل حصل لي ازمه شويه في موضوع العلاقات، والميديا عندنا بشكل عام هي محتاجه العلاقات. فجيت في 2019 يعني حصل انتقال للمكان اللي انا موجود فيه في لدوله ثانيه، فما قدرتش ان انا اكمل، ومن هنا اخذت الخطوه ان انا في 2022 تحديدا ابتدي ان انا اعمل البيج بتاعتي، والحمد لله من فضل الله من فضل الله وكرم ربنا سبحانه وتعالى عليا، ويعني الناس اللي موجودين بشكل عام تفاعل الناس، فالحقيقه هو الواحد يعني الحمد لله لقى قبول كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ليس الا، ويعني دي السكه، وبعدين ان شاء الله كله جاي يعني بامر الله تعالى. لكن حابب ان انا بس يعني ايه اوجه تحيه لاحمد استاذ احمد فرحات ان انا يعني موجود النهارده بناء على يعني مكالمته. احنا كمان بنوجه لاحمد فرحات تحيه حبيبنا طبعا. طيب عايزين نتكلم عن كاس العالم. ايوه. شايف كاس العالم من وجهه نظرك في نسخه 2022 من البدايه لحد دلوقتي كده كونكلوجن لكاس العالم؟ عظيمه اقل ما يقال عنها. طيب. عظيم حقيقي. يعني قطر خسرت بكاس العالم، ما كسبتش مع احترامي الشديد. ليه؟ قطر صرفت كميه مصاريف كبيره جدا جدا مقابل الانكم اللي جاي ايه، فهتلاقيه بسيط، لكن هي ربما يكون في بعض الجوانب الاخرى، لكن كبطوله عظيمه عظيمه، اعظم بطوله اتعملت. لكن انت تتخيلي ان البطوله دي دخلت تكلفتها، انا ما اقصدش الجزء المادي، لكن انا بقول يعني هي قد ايه كانت حريصه ان هي تطلع صورتنا بشكل عام كعرب، ان هي تبقى عظيمه جدا. 200 يعني بالناس بتتكلم في 200 مليون دولار، اوكي، فدي ارقام كبيره جدا جدا جدا. يعني اعتقد انه إن البطوله طلعت بالشكل العظيم اللي احنا منتظرينه في كل حاجه. هل سمعتي مشكله مثلا حصلت؟ حتى بعض الحاجات اللي فرضيتها برضو ما حصلتش مشكله وطلعتنا بشكل عظيم جدا، لانه في بعض الناس ما كانتش عايزين نطلع بشكل عظيم، بس ليس ده حقيقي. فنيا احنا يعني بالنسبه للجزئيه الفنيه والله اعتقد انه مستويات دائما هي بطوله المفاجاه، او يعني تحديدا البطوله دي هي بطوله المفاجات، كل شويه تلاقي حاجات غريبه بتطلع والناس مرشحه بتخرج، يعني فعلا صعب جدا، لدرجه انه في بعض الناس كانت طلبت مني ان انا اعمل توقعات. صعب، مستحيل، كان زمان الواحد فضح يعني. مفيش توقعات. مستحيل. مفيش توقعات واحده مشيت. طب عايزين نعرف رايك في مواجهه الارجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا في نصف المونديال. اسلوب مختلف تماما ما بين بالنسبه للارجنتين وكرواتيا، اسلوب مختلف تماما. يعني عندك سكالوني مدرب الارجنتين، الضغط العالي، المدرسه اللاتينيه بشكل عام اللي فيها الدفاع المتقدم ويبتدي يضغط الخصم والى اخره. في المقابل يعني هتلاقي ان المنتخب الكرواتي بيلعب باسلوب التحفظ بعض الشيء، ويعني يا رب اديني ربع تلت حظ كرواتيا او توفيقها. كرواتيا خلال البطوله دي تحديدا لك ان تتخيلي ان هي ما فازتش غير مباراه واحده فقط، موجوده في السيمي فاينل، كانت المباراه اللي كانت امام كندا، فقط مباراة واحدة وهي متواجدة، وبعدين بدأت انها تطلعت المرشح الأول للبطولة اللي هو المنتخب البرازيلي. في المقابل البطولة اللي فاتت وصلت للفاينل برضو كان نفس المسار، كانت تعادلت في دور ال 16 مع الدنمارك، كانت تعادلت مع في بطولة في عفوا في الدور الكورت فاينل، كانت لعبت مع روسيا تقريبا برضو خرجتها بضربات الجزاء، نفس الطريقة ونفس السيناريو لحد ما وصلت للمباراة النهائية. فيعني ربما بس في حاجة تانية، انه عندنا الاثنين الاطراف بتوع المنتخب الارجنتيني، وده ربما يكون برضو توفيق بالنسبه لكرواتيا تحديدا، يعني يعني اعتقد انه الاثنين مش هيقدروا يلعبوا، الاثنين لعيبه اشبيليه سواء كان ماركوس اكونيا او حتى الناحيه الثانيه جونزالو، الاثنين مش هيلعبوا، فهتبقى مشكله. وكان في مشكله كمان في مشاركه ديبول اللاعب الوسط المهم جدا جدا، فتحس كده انها يعني متوجهه، هو كرواتيا رايحه ناحيه كرواتيا يعني. طبعا لا اقلل من قيمه المنتخب الكرواتي خالص، بالعكس ورائع جدا. لا بس كرويا انا بتكلم يعني تاريخ كوره ومش عارفه يعني ومين بيلعب فين، هو ده الراجل اللي نفس الطويل يعني. ايوه نفس الطويل، هم بيلعبوا على نفسهم طويل، بدني عندهم، رغم ان هم معدل الاعمار بتاعهم مش صغير، دي حقيقه مش صغير. الاسماء يعني لوكا مودريتش، لا بس لوكا ده انا بقعد اقول عليه اللعيب المسخوط، يعني لوكا مودريتش ده صغير كده وهي بيجري في الملعب وبتاع، وعنده كام سنه؟ 35 اعتقد، 34 سنه ما شاء الله. الشباب يا جماعه انتوا بتهرجوا 35. اوكي بس أيوة طبعًا في لعيبه الكوره، بالنسبه للعيبه الكوره، بالنسبه للعيبه الكوره سن الريتايرمنت يعني التقاعد. صحيح. المغرب، اتكلم عن المغرب، مواجهه المغرب. المغرب عندها مباراه صعبه قوي، رخمه قوي قوي قوي، امام بطل العالم، الفريق اللي عنده كل الاسلحه وكل الاوراق وكل المعطيات، فريق مرعب بصراحه، ولكن في المقابل وروح، لكن في المقابل برضه هي المغرب هي عظيمه بصراحه.
عملت يعني اداء قوي جدا في البطوله. ويعني لو جيتي بصيتي على المعطيات بتاعه المغرب دائما هي شويه قريبه من كرواتيا في طريقه اللعب، ولكن عندها روح عظيمه جدا. يبقى بس بكره في عند بعض الغيابات اللي هتبقى موجوده عند المغرب قد تؤثر، يعني ممكن تؤثر. هي غياب واحد بس هيبقى لغانم سايس قلب الدفاع، بنسبه كبيره مش هيبقى متواجد. غير كده هيرجع بقى مزراوي ناحيه الشمال، وفي نفس الوقت هيلعب نايف اكرد كمان هيبقى متواجد. فده يعني دي هتدي دفع شويه للمنتخب المغربي. في المقابل يعني المباراه هتبقى صعبه جدا من وجهه نظري، وصعب التكهن بيها، لكن اتمنى المنتخب المغربي ان هو يعمل حاجه بكره، لان دي هتبقى اصعب مباراه هتعدي عليه اكنها مباراه الفاينل بكره. مباراه صعبه جدا. ايه رايك في مدرب المغرب وليد ركراكي وادائه؟ كنت عملت حلقه عن وليد ركراكي تحديدا، كنت اتكلمت عنه ان هو طلع بتصريح في 2016 وكان قال حاجه بالتحديد، يعني قال انه انا يوما ما كان بيدرب فريق بسيط اسمه الفتح الرباطي، فريق ما اقصدش بسيط يعني اقصد اقل من مش الفرق الصفوه في المغرب، وقال ان انا يوما ما سادرب اما الوداد او الرجاء او ريال مدريد او حتى برشلونه. بتيجي تسمع التصريح يعني لكن لا 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 لا, لا. عظيم عظيم، رائع. مسيرته التدريبيه كبيره جدا، ماشي مع المغرب، هو اتحط في حطه صعبه جدا قبل المونديال بحوالي 3 شهور. يا جماعه الانجاز اللي حصل ده في 3 شهور فقط، ليس 3 شهور بس لا ننكر برضو مجهود المدرب اللي قبله. هو كم يعني هو ركراكي كمل المشوار؟ لا ما كملش، لا ما كملش خالص. ازاي ركراكي جه لم الشمل بعد ما كان يعني اللي قبله وحيد خليل وزيتش كان مستبعد لعيبه كتيره جدا، زي مثلا ابرزهم حكيم زياش، زي امين حارث المصاب اللي كان موجود، وبرضه مزراوي وبعض الاسماء الثانيه. فهو لا، هو قال لا من المغرب لكل المغرب. فبالتالي بعد استبعاده، واكيد هو عمل حاجه، لكن اقصد اقول هو لا غير الطريقه تماما، وبدا ان هو يلعب بشكل مختلف. تماما مع المغرب. النجاح اللي عمله ده في فتره قصيره للغايه، ودي اللي يحسب له ان هو عمله في فتره قصيره جدا. ما حدش يتخيل ان هو يعني هو اقصى مثل البرتغال، المدرب سانتوس فرناندو سانتوس بقى له 8 سنين مع البرتغال. في المقابل لا، ده الراجل ده بقاله 3 شهور فقط ويعمل الاعجاز ده ويوصل للسيمي فاينال، اكيد ده حاجه عظيمه. مين لاعب من وجهه نظرك اللي شايف ان هو هيصنع الفارق في مباراه المغرب بكره ان شاء الله؟ وفقا لتكتيك المغرب، هو بشوف انه سفيان مرابط مهم قوي، مش مساله هيصنع الفارق، لكن على الاقل هيبقي على النتيجه ما شاء الله عليه رئه ثالثه في الملعب، حد بيجري في كل اتجاه. حلو التعبير. موضوع صعب جدا يعني بصراحه، ما شاء الله عليه انه يسيطر على كم اللعيبه دي وهو لوحده. طبعا اكيد في لعيبه، بس اقصد اقول هو اللاعب ده هنشوفه في اماكن كبيره جدا، وتيم المغرب يعني بالكامل هيكون في عليه خناقه كبيره جدا بعد المونديال، وعز الدين اناحي تحديدا، ولكن سفيان مرابط بالنسبه لي لا لاعب عظيم. الناحيه الثانيه طبعا يبقى كيليان امبابي. كارثه. مستحيل كارثة. بس هيبقى عنده مشكله لان هو بتاع انطلاقات، هيبتدي بقى الموضوع هيبقى فيه اختراقات، لان المغرب مش هتدي، ما اعتقدش يعني انها هتدي فرصه لفرنسا ان هي تقفل اختراقات، فهم هيرجعوا لورا هينكمشوا، فمش هيكون وراهم يعني مسافات كبيره يقدر او مساحات يعني يقدر يلعب فيها كيليان مبابي، ده من المنطق يعني. فممكن ربما يكون الاختراقات من العمق ده سلاح المنتخب المغربي. اخر حاجه عايز اقولها يعني من الشخص البسيط، يعني ربما يكون في نقطة ضعف وحيدة في منتخب فرنسا، وهي في نص الملعب تحديدا. يعني احنا سمعنا ان تشواميني ممكن ما يبقاش موجود، يعني ده اللي احنا سمعناه، لكن في المقابل اندريا عفوا رابيو بيطلع لقدام بيزيد كصانع العاب مع جريزمان، فبالتالي بيبقى في واحد بس في محور الارتكاز. فاعتقد انه ده رهان الركراكي بشكل عام ان هو يقدر انه يسيطر على المنطقة دي تحديدا. يعني شفت ميسي ازاي في البطوله، وشايف ان هو يقدر يتاهل بالارجنتين للنهائي ولا لا؟ تعالي نقارن من ليونيل ميسي بافضل لاعب في البطوله. مين افضل لاعب في البطوله من وجهه نظر انا؟ كيليان امبابي. وجهه نظر انا. فتعالي نقارنه بيه، ده ولد صغير عنده ما كملش 24 سنه، والثاني يعني ما كملش 24 سنه، والثاني عنده 35 سنه. تعالوا نقارن ما بين الاثنين. ده سجل 4 اهداف اللي هو ليونيل ميسي وصنع 2، في المقابل كيليان مبابي سجل 5 اهداف وصنع 2، يعني الفرق ما بينهم هدف واحد. ده معاه تيم غول. صحيح.
معاه يعني اسماء تخدم عليه وتخليه جامد جدا ومركزه حتى وسنه الصغير. طب تيجي نبص ليونيل ميسي، اعتقد انه ابرز لاعب موجود ويبقى ابرز لاعب دائما وابدا، فبالتالي اعتقد ده يعكس لك قد ايه مدى مشوار العظيم بتاع ليونيل ميسي في البطوله. لاعب يعني بارع، عشان كده عصام الشوالي تفاعل مع طيب احنا هنلعب معاك لعبة سريعة. أوكي. هنعرض قدامك دلوقتي صور لشخصيات من كاس العالم وتقول تديها كام من 10. أوكي. جاهز؟ انا جاهز. ابص فين؟ يلا هتبص هنا على الشاشة. يلا. دي يلا اول صورة لوليد رجراجي مدرب المغرب. 9.5. 9.5. اوكي. تاني صورة معانا. ياسين بونو حارس المغرب. 9. هاخد 10. لا 9. في بعض الحاجات الصغيره بس طبعا 9 ده رقم كبير جدا يا جماعه. مفيش حد ياخد 10. اوكي. مفيش حد ياخد 10. انا باخد 10. لا في غيرك طبعا. طيب الصوره جايه ميسي. ميسي 9 من 10. 9 من 10. اوكي. كريستيانو 7.5 عشان خاطرك. صح. نيمار. نيمار ده حبيبك. نيمار ده اللي عشان خاطري بجد. 7.5. 7.5. مبابي 9.5. رائع. خارق. هاري كين هيكسر الدنيا الراجل ده، هيكسر الدنيا. هاري كين 7. الصورة الأخيرة لقطر. 10 من 10 فوق 100 من 10. صح. شرفتنا قطر ورفعت راسنا ووجهت رسائل. صحيح. لو قعدوا 200 سنة يحاولوا يوصلوها من التلفزيون، من السينما، من أي كان، ما كانوش هيعرفوا يوصلوها عن العرب. استغلوها حلوة قوي الصراحة. صح. دي حاجة. انت نورتنا وبنشكرك برغم اختلافك معايا في وجهة النظر، لكن انت شرفتنا وتشرفنا بيك، وكل التوفيق في تصويت وشوشة ان شاء الله تكسب ونعمل معاك انترفيو كده. ان شاء الله تشرفنا كتير الفترة الجاية. ان شاء الله شرف لي ان انا كنت موجود معاكم، يعني مبسوط جدا جدا يعني. ان شاء الله. كده خلصت فقرتنا. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني لحضرتكم.